أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لأبرز ما سيتم إعطاؤه خلال الأسبوع الثالث من مادة اللغة والأدب. قبل أن نبدأ، دعونا نذكر الهدف المرجو تحقيقه اليوم. إذن هدفنا هو أن نعرف بالخطوط العريضة التي سنتناولها خلال الأسبوع الثالث. قبل أن أبدأ، دعوني أذكر بالمفاهيم التي سنتناولها في هذه الوحدة، وهي وحدة حدود الشمس، تحديداً فن المقال. المفهوم الرئيسي الذي سنتناوله في هذه الوحدة هو الروابط. المفهوم ذو الصلة هو وجهة النظر، الغرض. السياق العالمي هو الهويات والعلاقات، السعادة ورغد العيش. أذكر أن موضوعات هذه الوحدة تتحدث عن الحياة الصحية وعن الابتعاد عن كل ما يضر الصحة، فستصل إلى التعبير عن السعادة ورغد العيش عن طريق الموضوعات التي سنتناولها، والمفاهيم وجهة النظر ستعبر عن وجهة نظرك في موضوعات كالمراهقة كالتدخين من خلال الأعمال الصفية والمهام التي ستوكل لك. عبارة البحث والاستقصاء: يرتبط البشر بعلاقات تحقق أغراضهم في تحقيق السعادة ورغد العيش باحترام وجهات النظر المختلفة. الموضوع الأول الذي سنتحدث عنه خلال هذا الأسبوع هو قاعدة إنا وأخواتها، حيث سيتوقع منك بهذا الدرس أن تتعرف على إنا وأخواتها، أن تلاحظ عمل إنا وأخواتها في الجملة الاسمية، وأن تستطيع استخدام إنا وأخواتها في كتابتك استخداماً صحيحاً، وأن تستطيع تحديد وإعراب إنا وأخواتها. يجب عليك أن تعلم أن إنا وأخواتها هي حروف ناسخة تدخل على الجملة الاسمية وتغير فيها، فكما تلاحظ في المثال المقابل الجو جميلة هي جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، ولاحظ أن الحالات الإعرابية لهذه الجملة الضمة وتنوين الضم، ولكن عند دخول إن أو إحدى أخواتها على الجملة لاحظ التغيير الذي قامت به، فالجو تحولت إلى الجو لتصبح اسم إن منصوب، أما جميلة بقيت حركتها تنوين الضم لتصبح خبر إن مرفوع. سنقوم بشرح مفصل لهذه القاعدة من خلال المزيد من الأمثلة تابع صفحة المنصة الخاصة بهذا الدرس. أما الموضوع الثاني الذي سنتحدث عنه هو دخول اللام الشمسية على الأسماء المبدوئة باللام. لاحظ أن ال الشمسية هي لام تكتب ولا تلفظ، ومن اسمها شمسية نقول الشمس، فلاحظ أنها لم تلفظ ونقول لعب اللعب. لاحظ كيف كتبت ال مع الاسم المبدوء بلام أيضا، حيث أدمجت وكتبت لام مشددة. أما الموضوع الأخير الذي سنتناوله، سيكون هناك العديد من الأنشطة على القاعدتين، القاعدة اللغوية والكتابية في هذه الحصة، ثم سننتقل إلى زيارة المكتبة، حيث ستكون زيارة المكتبة عبارة عن مهمة بحثية تحديداً بعنوان الأخطار التي يواجهها الشباب. ستقوم باختيار شيء من متعدد، حيث ستقوم بمشاهدة فيديو سأذكر لك بعض العناوين من خلال هذا الفيديو، وهي بعض الأخطار التي يواجهها الشباب في عامنا هذا، وستختار أنت موضوعاً وتبحث عنه مراعياً أصول البحث والتوثيق التي سأقوم بتفصيلها لكم أثناء الحصة، وستقدم ذلك على شكل تقرير. أذكر أنك تستطيع الذهاب إلى المنصة التعليمية والاستفادة من الدروس، حيث يوجد الكثير من المصادر والأنشطة التفاعلية والتقييمات التي تخدمكم. كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنتناولها خلال الأسبوع الثالث. أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. أراكم في دروس قادمة.
طبتم وطاب يومكم بكل أمل وحب.